هذه هي لوحات معرض شذرات فنية من ملامح شرقية للفنانة المقدسية نادين طوقان. اختارت دار الأديب المقدسي الكبير إسعاف النشاشيبي لتعرض لوحاتها في أرجائها. 30 لوحة فنية وزعت على 4 مجموعات فنية متناغمة، فمنها ما يجسد روعة العمارة الإسلامية، وهذه تتحدث عن الحرف اليدوية، ومنها ما هو من وحي الطبيعة. غالبية هذه اللوحات رسمت بألوان مائية على ورق وكرتون بمقاسات متنوعة. بفتتح اليوم معرضي الأول بفلسطين بمدينة القدس بعنوان شذرات فنية من ملامح شرقية. بتناول هذا المعرض مواضيع مختلفة بس كلها في إطار واحد، في التراث التقليدي والعمارة التقليدية والحرف اليدوية. مميزات المعرض إنه فيه تفاصيل كتير، هاي التفاصيل بتعكس لنا الأقواس، الحجر، الألوان، مختلف المواضيع هاي. وقد أبدى الجمهور الغفير تفاعله واندهاشه من مستوى الأعمال الفنية المعروضة، وكذلك عبروا عن مدى افتخارهم بهذه الإبداعات الفنية الراقية والتي تعكس الهوية العربية والحضارة العريقة للمدينة المقدسة. تقدر تقول يعني أعمال كاملة متكاملة، خاصة الدقة بالتفاصيل والفترة الزمنية بين رسمي ورسمي. يعني أنا كفنان يعني بهنيها من كل قلبي، يعني بالنسبة لها لأعمالها اللي بتوحي تراثي الفلسطيني بفترات متفاوتة، يعني من الوقت الحاضر تقريبا 50 سنة لورا. المعرض أنا كتير عجبني، في أشياء كتير جميلة ومتقنة، وبهنيها لنادين على هذا الجهد الجبار اللي عاملته. هذا بتقول نتاج مش أقل من 20 سنة، فإشي حلو كتير. كل صورة تعطيك إشي معين، فكرة معينة عن فلسطين، عن مدن فلسطين، المعمار في فلسطين. هي مختارة مناطق مختلفة، بيوت من عدة مناطق من فلسطين عاملة عنها لوحات. وتأتي هذه الفعاليات الثقافية الفنية في مدينة القدس ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقتها مؤسسة دار الطفل العربي وجمعية سوار للثقافة والفنون ونادي الفنانين التشكيليين لإبراز إبداعات الفنانين المقدسيين وتعريف الجمهور بلوحاتهم المتنوعة. هو المعرض السابع لنادي الفنانين التشكيليين. هذا المعرض تميز بثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه الأعمال على مستوى عالي من الدقة والإتقان وفي طبعة هوية عربية فلسطينية. النقطة الثانية أنه بنتج المعرض نتاج تعاون 3 مؤسسات في القدس لتعمل حراك ثقافي. زي ما أنتم شايفين في حضور عالي للمعرض وتفاعل كتير عالي مع اللوحات، لأنها بتلامس شخصية الإنسان العربي المقدسي وبتشوف فيها جوانب جمالية للمدينة المقدسة. يستمر هذا المعرض حتى مساء الخميس القادم، على أمل أن تتواصل فعاليات كافة المؤسسات الثقافية في مدينة القدس للتأكيد على عروبة وفلسطينية هذه المدينة المحتلة. من مدينة القدس المحتلة، تامر عبيدات.